لم تكتفي باريس عاصمة الفن والجمال بسحرها، بل أضافت إلى جمالها سحر مدينة الأقصر. سينما الأقصر بالحي العاشر بالعاصمة الفرنسية باريس، تم شراؤها من قبل بلدية مدينة باريس في عام 2003، وتم تجديدها بالكامل بين عامي 2010 و2013. تتميز بواجهة مصرية وزخارف من العصر المصري القديم. بعض العناصر عبارة عن نسخ مباشر من الفن المصري، أفاريز الجعران واللوتس والبردي والأقراص المجنحة، والبعض الآخر عبارة عن عناصر خيالية الهيروغليفية الخيالية التي تزين عوارض سقف الصالة الكبرى، وقد تم إدراجها كأثر تاريخي منذ 5 أكتوبر عام 1981. اختيار مصر القديمة كنمط معماري لم يكن بسبب الصدفة، فقد كانت مسألة تقديم مبنى ذي أصالة كبيرة سميت صالة العرض الرئيسية على اسم المخرج المصري يوسف شاهين. كما تستحضر الصالة رقم 2 من خلال سمائها المرصعة بالنجوم منطقة وادي الموتى حيث تقع مدينة الأقصر. تحاول إدارة الأقصر مواجهة الأزمة التي تؤثر على عالم السينما بأسره منذ 70s القرن الماضي، فقد اختارت أن تتحول إلى السينما المصرية والمغربية إضافة إلى العروض الفرنسية، وتحتفل الأقصر بمرور 100 عام على إنشائها يوم 6 أكتوبر المقبل. لا يوجد سبب محدد لهذا الطابع المصري العتيق الذي يميز السينما منذ تأسيسها عام 1920، ولكن في هذا الوقت كان الولع بالحضارة المصرية القديمة يجتاح أوروبا كلها، وخصصت العديد من الجامعات الأوروبية قاعات وأقساما خاصة للمصرية القديمة. تحتفل سينما الأقصر بمئويتها يوم 4 أكتوبر، ومن المدهش أنه قد تم افتتاحها أيضا في يوم 4 أكتوبر عام 1921. وما زالت السينما هي الفن الأكثر انتشارا في العالم بنجومها العالميين. هي فن تتشارك فيه مصر وفرنسا، ووسيلة لتبادل الأفكار بين الشعوب.